وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا مراسل النيل مصطفى عبد الله. مصطفى، بعد التحية، كيف تتابع سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لديك؟ أهلا أستاذ محمد بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام. هو طبعا الإعادة، تصويت المصريين للخارج لانتخابات مجلس الشيوخ بدأت النهاردة، ولو إن النهاردة يوم حد وأجازة، إنما المستشار حازم اللي هو القائم بالأعمال في سفارة مصر بالنمسا يعني أكد إن هم على أوبة استعداد في انتظار البريد، لأن هيكون التصويت بالبريد. وقال وأكد على إن استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ ده بيعتبر استحقاق هام بيتم في ظروف استثنائية. وطالب مصري النمسا جميعا بضرورة الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي وضرورة الإدلاء بأصواتهم عبر البريد على مدار اليومين اللي هو النهاردة وغدا إن شاء الله، وخصوصا أنه بيتم في ظروف غير طبيعية الآن لحظر التجمعات بسبب فيروس كورونا، واللي بسببها الحكومة النمساوية يعني اتخذت إجراءات احترازية لتأمين وسلامة الشعب النمساوي. وأبناء الجالية المصرية بالنمسا الحقيقة يعني لديهم جهود وتحركات جديدة بخصوص هذا يعني التصويت، وبتؤكد دعمها للقيادة السياسية الممثلة في الرئيس الإنسان البطل عبد الفتاح السيسي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفادة. مراسل النيل مصطفى عبد الله كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.